ترى ترفض رفضا باتا التفاوض في المطالب ذات الانعكاس المالي، وتريد ترحيلها الى سنه 2024. اذا اتخذت الهيئه الاداريه جمله من القرارات اللي هي مواصله حجم الاعداد بالنسبه للثلاثي الاول والثاني والثالث، وايضا تنظيم وقفات احتجاجيه في الجهات، وهذا قد نفذ وقع تقسيم البلاد الى اربع اقاليم، ونفذ يعني الوقفات الاحتجاجيه بساعه في المدارس ثم امام المندوبيات بكل نجاح وبكل مسؤوليه. النهار الاخر اللي هو يوم غضب وطني، الجامعه امس اجتمعت وحددت تاريخ يوم الغضب الذي سيكون يوم 16 جوان القادم، وايضا ستعقد ندوه صحفيه غدا الجمعه 9 جوان للرد على تصريحات السيد وزير التربيه في الندوه التي يعني عقدها بمناسبه الامتحانات الوطنيه، وفي نفس الوقت يعني للتوضيح للراي العام ان ما يدعون ان هنالك تقدم في المفاوضات هذا غير حاصل. بالنسبه الى الجانب المالي واللي كنت تحت عليه سيادتك، ان ما يقع الاتفاق حوله مع التعليم الثانوي سيسحب على التعليم الاساسي، وهذا ما قدم لنا في الجلسه التي انعقدت يوم 31 مايو والتي تخلف عنها السيد وزير التربيه وقاطعتها الجامعه العامه بعد تقريبا ربع ساعه. اذا بالنسبه اليوم المتخلد بالذمه ما عادش موضوع تفاوض، انا تفاوضنا فيه، والامور الماليه ما توصلوا اليه مع التعليم الثانوي كميه دينار تدفع ثلاثه مرات 26 27 28. بالنسبه لنا احنا يعني لم نقبل بذلك. علاش؟ لان في تنقلاتنا للجهات واشراف على الوقفات الاحتجاجيه كجامعه عامه للتعليم الاساسي، المعلمون يرفضون رفضا باتا هذا الاتفاق، ويعتبرون انه ما حققش انتظاراتهم، وانه يزيد يطول في يعني الخسارة نتاعهم والوضع المادي المتردي نتاعهم الى سنتين ونصف او ثلاث الى غير ذلك. ثم من حيث المبدأ أيضا نحن كجامعة عامة نرفض أن يتفاوض أيا كان باسم الجامعة العامة للتعليم الأساسي، لأن هي الممثل الشرعي والوحيد، وكل قطاع له خصوصياته، كل قطاع له هيكله، كل قطاع له سلطات قراره وله يعني طريقته في التقييم. ونريد اتفاق اللي اولا يحسن رجاليا الوضع المادي للمدرسين، ونريد اتفاق اللي يجمع القطاع لا يشتت القطاع ولا يتسبب في ازمه داخليه. اذا نفذوا في قرار سلطه القرار وماضيين فيه، ولكن في نفس الوقت احنا على استعداد تام، ونعتبر ان الوقت قاعد يضغط، انا على استعداد تام للتفاوض، ونعتبر ان افضل خيار لحل حالة الواقع وللخروج من هذه الأزمة اللي طالت كثيرا هو التفاوض والحوار.